حبيبي أيمن رضا كتير وسخ وكتير تافه وما حدا بيحبه. حشا شو سخ، شطافة بناية ما بيوفرها، عرفتي كيف روحي؟ حبيبي أيمن رضا كتير وسخ وكتير تافه وما حدا بيحبه. حشا شو سخ، شطافة بناية ما بيوفرها، عرفتي كيف روحي؟ فأنا بالنسبة لي مزح معي مزحة غليظة بمسلسل هوا بحري، لما مزح معي أنا دفشني على المي قدام هاني الروماني الله يرحمه، أيمن زيدان قال له تفشوا لعب محمد، فرقت وراء أنا بدي أوسو، رقت على السيارة جبت سلاح ورقت وراء بدي أوسو، مو كندرتي صار كلها مليانة مي، ما تقدر الحو أنا، ضل يومين هربان ما يجي على التصوير، وفعلا كنت بدي أوسو يعني أخته عرفت أحسن عراقي طلع ولسه بيطلع. أوكي، هو بيعرف، استغل الفرصة يمان نجار واتصل فيه وعمل فيه مقلب. معك الملازم الأول وساكن فرع الأمن الجوي حبيبي. قام صار يخبص، إجا بصاد ديبوس إيدي ديبوس رجلي، جايبه ابني نور وجاي قالي بابا عمو أبو همام بدي اعتذر منك، هو غلط بحقك هو كذا كذا. قلت له واحد واطي هاد، قلت له أنت واطي أيمن رضا؟ قالي حقك حقك على ناسي، مستعد اعتذر. رحنا عدنا مطعم المنشية وقال أنا بعتذر، وأنا ما يعني اعتذاره ما قبلته لأنه تافه مثله. أوسخ شعب شعب وأمن وكل صفات كي موجودة بالشعب العراقي. الشعب العراقي إذا كان مثلا أخوات اثنين متجوزين، أوكي واحد عفوا واحد منهم متجوز راح مشوار أخوه بيحاول يقتل لأخوه، عراقيين وسخين. حبيبي أنا عشت بلبنان 16 سنة، كنت ساكن ببناية لايف أمريكان على طريق مطار لبنان، ضليت 16 سنة ساكن بالروف فوق بالملحق، كنت عايش ملك، كان معي 160 بنت عادلات أزياء وثلاث نسوان إداريات، يعني كنت هارون الرشيد بوقت. أنا لبنانيات واللبنانيين نسبة السحاق عندهم كتير عالية، ونسبة الطنطات بلبنان نسبة كتير عالية كتير كتير عالية، هاي مشكلة هذا الشعب، عرفت كيف؟ هلا شيء عم بيتجوزوا بعضهم الشباب، هلا عم بيتجوزوا بعضهم، من فترة كان عن عرس شابين عند من جماعة الكتائب وكانوا عاملين طنطنة هيسا وليسا. أستاذ أحمد رافع يلي لابس جاكيت علون صفرة صفرة لك صفرة أميرة على الصبايا والشباب.
حبيبي انا تنتين ونص عندي موعد مع المحافظ، رايح على محافظ حلب هلا انا على الطريق. ايه حبيبتي انت، بس خلص من عند المحافظ بدي اروح، رايح معزوم على الغداء اوكي عند لواء القدس، فبحكي معك حبيبتي انت. اي حبيبي انا ما بدي احكي عن حدا، الله يخليك، لا فلان ولا علان، انا بحكي عنك وعني وبس، روحي انتي.